السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم طريقة تحضير مربى ديال الطيخ الأحمر أو الدلح. مربى اللي غادي يكون بدون سكر، بما أنني أنا بصراحة من الناس اللي يعني نتناو عن تناول السكر، ف والناس وأنا من الناس اللي كيحبوا بزاف المربات. يعني أنا تقريبا كل المربات كنعملها في البيت وكناكلها، فمنين منعت السكر فتحرمت من المربى ما بقيتش ناكله. فكرت قلت لي مالا نديرو بدون سكر، بما ان الفواكه فيها الفريكتوز فغادي نستافد من ديك الماده. خديت اللحه بصراحه، خدينا اللحه كبيره طاحت لي من يدي وهي تفرشخ، شتوها كلها مسكينه تشتات. ففكرت قلت ندير منها المربى. غادي ندير منها واحد كميه ديال المربى، ومن بعد غادي ندير منها واحد كميه ديال الدبس، يعني نخلصوا داك السكر او لا داك الفركتوز اللي كيكون في الدلاح، وداك اللايكوبين اللي كيكون في الدلاح كذاك، لانه مفيد بزاف للجسم. هو من المضادات الاكسده، ومن فيه الفلافونويد ديال هذا اللايكوبين اللي كيحارب السرطان عند النساء والرجال كلهم، يعني سرطان البروستاتا عند الرجال وسرطان الثدي عند المرأة. بهذا مزيان ناخذ هاد الماده ديال الليكوبين، لانها كتحارب هاد السرطان وكتحارب يعني اي جذور حره اللي كتغير لنا الخلايا في الجسم ديالنا. فنحاولوا مثلا نديروها كمربى يكون عندنا في الدار، يعني نبقى ناخذوه على طول السنه. وكذلك نديرو الدبس اللي كندخلوه في العصائر ديالنا، ندخلوه في الحلويات، ندخلوه يعني يعني نحضروا به اي شيء فهو يكون عندنا موجود. خديت ديك الدلحه بعد ما زولت كل شيء، ديك اللب ديالها ودرته في واحد المرميط كبيره، خليتها. ممكن ديروها في شي شبكه باش يسقطر داك السائل ديال اللح كله يهبط للاسفل، ومنه تاخدوه باش ديروا الدبس. انا غير بغيت ندير نص نص. مي تقدروا نتوما ديروا مثلا دلحه كلها ديروا بها الدبس، تقطعوها وتنقيوها، تحيدوا لها داك البذور ديالها، يعني بذور يا هي محسوبه من البذور القرعيات، هي ربما فيها فوائد كتير هذوك البذور ديال الدلاح. وكما قلت لكم تحيدوا لها داك البذور وتطحنوها في الخلاط الكهربائي حتى تتولي عصير، وكتصفيوها وكتخليو داك السائل او داك العصير ديال الدلاح كديروه باش يعني تخرجوا منه الدبس. الا بغيتو ديروا الدلاح فكتاخدو الدلاح كتقطعوه مربعات. انا خليت له البذور ما حيدتهمش ليهم لانهم مفيدين، وغادي نطحنهم بالبذور ديالهم لان فيهم فوائد كثيره. فيهم الحمد لله الاوميغا 3، فهو مفيد بزاف للبشره ديالنا والجسم ديالنا، وتهو من مضادات الاكسده. وكما قلت لكم تنقيو وتحيدوا ليه البذور وديروه يطيب كمربى، يعني صافي هذا هو سميتو الطريقه ديالو. الا كنتو من الناس اللي ما كيديروش السكر فما ديروش السكر. انا هذه هي الطريقه ديالي دابا اللي وليت درتو بدون سكر. بما انني انا خديت اللحه وقسمتها على جوج، بغيت نستخلص منها السائل باش ندير الدبس، وما تبقى غادي نديرو اللح. انت تشوفوا هنا كنحاول ما امكن انني ناخذ السيرو باش نقدر نستخلص منه الدبس. خديت هذه الكميه، ومني تكون يعني هاد المربى اللي درت دابا مني يكون تيغلي، من بعد غادي نبقى نهز داك السيرو اللي غادي نستخلص، يعني مني غادي يبقى يخرج ليا السيرو من بعد الغليان غادي نصفيه. انتم ما كتشوفوا غادي نصفيه باش تكون عندي واحد الكميه معقوله ديال السيرو، منه هو اللي غادي نستخلص داك الدبس، لان خصنا كميه تكون كبيره باش نحصلوا على داك الدبس ديال اي فاكهه. احد الفواكه كلها عامه نقدروا نديروا منها الدبس. لكن نتوما غادي ديروا دبس بوحدو، يعني ما ديروش دلاح هكا تاخذوا، ما ديروش المربى، فغادي يجيكم ساهل. يعني غادي تطحنوه وغادي تصفيه ومن بعد تخليوه يغلي وتمشيو على الطريقه اللي غادي ندير انا دابا. انا عطيتكم هذه وهذه، يعني الطريقه الدلاح والطريقه ديال الدبس. المهم هاد الشيء اللي كندير انا نتوما غادي تفاداوه، لان نتوما كما قلت لكم غادي ديروا دلاح، اما ديروها كلها دبس واما ديروها كلها مربى، لان هاد اللحه هادي راه ملي كتبقى تخليها تغلي 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 راه ما تتبقاش عندنا كميه كبيره. حتى المربى ما تنحصلوش على واحد الكميه كبيره،
لان الدلاح فيه الالياف الدائبه، ودوك الالياف الدائبه ما كيبقاوش، غير يعني الحجم ديالهم تيتقلص. صافي، المهم الطريقه هذه اللي كندير انا، نتوما غادي تتفادوها، انا غير كنحاول نشرح لكم باش تعرفوا كيفاش. انا بصراحه ما عنديش شبكه كبيره اللي فيها يعني اينوكس، لان ملي كتكون حاجه سخونه ما كنبغوش نستعملوا الشبكات ديال البلاستيك. صافي، دابا هاد الكوكوط غادي نديرها فوق النار باش تغلي، باش اني نحصل على المربى ديالي. بصراحه المربى ديالو رائع جدا، والله انا كليته وعجبني بزاف. هو دابا هذا السيرو هو اللي غادي نخليه يغلي حتى نحصلو على الدبس، وهذا هو المربى حتى هو كذلك غادي نخليه حتى تيغلي حتى تيتعسل تماما. بعد ما نقصت لي الكميه ديال السيرو خليته برد شي شويه، شو خليته رفعته على النار خليته برد، وعاد غادي ناخذ واحد مصفاة وغادي نصفيه باش نحيد كل شيء، دوك الالياف اللي كيبقاو ليا، باش يبقى ليا غير السائل الصافي، ما يكونوش فيه حتى شي شوائب، فهمتوا؟ يعني داك دوك الالياف ديال الدلاح كلها غادي نجمعها، شتو، بعد ما نصفي كيولي خاطر. غادي نعاود تاني نصفي مره اخرى بمصفاه تكون عندها عويناتها مزيرين يعني بزاف، حتى يبدا داك السائل اللي غادي يهبط لي من المصفاه يهبط بسهوله. ملي كنصفي داك التخت اللي كيبقى كنرميه في وسط من داك المربى، لانه هو الياف ديال الدلاح النيس، غادي يطيبوا مع المربى ويتعسلوا وغادي يجي زوين. بصراحه منين طاب المربى ديالي بصراحه جاني حلو حلو حلو، بحال هاد مديول لي السكر، او لا ممكن مع انا هذه فتره ما كليتش السكر جاني حلو، ما عرفت. المهم انا بعدا جاني عادي، جاني يعني مع كنقول مع نفسي علاش غادي نزيد السكر، هو اصلا حلو يعني، ولو درنا ليه السكر غادي يجي حلو بواحد الطريقه قاصحه بزاف. شتو، ملي كنعاودو نصفيو ونصفيو تيبدا يتعزل لينا داك دوك الالياف ديال الدلاح كيتجمعوا الفوق. المهم نتوما غادي تمشيو على الطريقه هذه، بقا تصفيو فيه تصفيو فيه حتى تحسو غير على السائل السائل، يعني كتبقى ملي تبقى تكبوه في ديك المصفى تبقى يدوز بسهوله. ملي تكملوا يعني التصفيه ديال هاد السيرو هذا، غادي تردوه يطيب، تردوه فوق النار وتخليه يعني حتى يوصل لواحد الدرجه، لانه فعلا كاع داك الماء ديال الدلاح كله كيتبخر تماما، تيبقى لينا غير داك الفريكتوز، وتيبقاو لينا دوك الفيتامينات، ودوك داك الليكوبين ديال الدلاح تيبقى حتى هو، لان قال لنا الدكتور فيد بانه بالرغم انه كيتعرض للحراره فيعني ما كتمشيش لينا ديك الليكوبين، ما كيمشيش كله، يعني واحد النسبه قليله اللي كتمشي مع البخار ومع الغليان، ولكن ما تبقى تيكون يعني تيكون حتى تكون كميه معقوله الانسان يستفد منها. انا ما نط فكرت ندير هاد القضيه دي حتى سمعت واحد الدرس، قالوا لنا الدكتور بان قال كلمه لا اننا نستافدوا من الدلاح اللي كيكون عندنا في المغرب بكميه كبيره، علاش ما نوضوش نديرو منه عصير او نديرو منه مربى. فانا نقول علاش انا ما نديروش، انتم كتشوفوا المربى ديالي بعد ما خليته تعسل مزيان وقف مزيان، يعني تعسل في السكر ديالو، ملي كتقيسو كتقولوا راه فيه السكر صافي، ويعني تبخر ما بقاتش فيه حتى حاجه الماء باش يتعقم باش ما يفسد ليش بسهوله. هذا السيرو اللي صفيت غادي نخليه يغلي، هانتوما كتشوفوا باش تعرفوا بانه صافي وصلنا للدبس، كيبدا يدير رغوه، تيدير رغوه الرغوه، هذا تيدل على ان السكر الفريكتوز هو بان. شفتوا، هذه هي المرحله باش تعرفوا بانه فعلا وصلنا للدبس. هذا هو الفريكتوز اللي كيكون في الفواكه. صافي، تنرفعوا عن النار وكنخليوه يبرد. وقدروا تعرفوا بشكل اخر، كتاخذوا ملعقه كتعمروها بسميتو وتخويوها، من بعد كدوزوا واحد الخط، الى هذاك الخط تجمع بسهوله فعرفوا بان مازال اولى بقى، يعني راه صافي حصلنا على
هذاك الدبس ديال الفلاح، وصافي هذه هي المرحلة اللي خصو يوصل لها. تنرفعه عن النار صافي ونخليه يبرد تماما، ومن بعد الا كنا درنا كمية كبيرة وعندنا واحد الكمية كبيرة فكنعقمو القراعي كنديروهم فوق النار في الماء يغليو مزيان، من بعد نخليهم يبردو ونعمروهم. نعمروهم ونديروهم في قارورات ونحتفظو بهم في شي مكان، يعني الا كانوا عندنا كمية قراعي كثار فخصنا نعقموهم كما قلت لكم، نديروهم في كوكوط ونسدو عليهم ونخليهم واحد ربع ساعة هما كيطيبوا في الكوكوط. من بعد كنطفيو على الكوكوط وكنخليوها حتى تتبرد تماما، عاد نحلوها. ودوك القراعي كنحتفظو بيهم في شي مكان في بلاكار عندنا، وقت ما احتاجينا ليه كنهزو قريعة. الا كان ممكن ديرو في قريعات صغيورين حسن، باش ملي كتحلو القريعة دغيا كتسهلكوها ما تبقاش فترة طويلة. والمهم حتى المربى ديرو لي نفس الشيء، فحتى هو غادي تعقموه وديرو في قريعات ديال صغيورين وكتخليوهم في شي مكان. وقت ما عشقتو مربى ديال البطيخ الاحمر كتجبدو قريعة وتاكلوها، يعني هكا حسن. كيتبقى عندكم يعني هذا كتستافدوا من مادة الليكوبين اللي هو فلافونويد اللي كيحمي الجسم ديالنا من جميع الأمراض اللي كتكون عندنا في الجسم، بالأخص سرطان بروستاتا عند الرجال، وكذلك سرطان الثدي عند المرأة. فهو كيحاربهم بزاف، كيحارب دوك الجذور الحرة اللي يعني كتخرب دوك الخلايا اللي كيكون عندنا في الجسم ديالنا. المربى ديالي ها هو بعد ما خليته يبرد تماما، فبصراحة جاء معسل في السكر ديالو، ما احتاجش حتى شي حاجة. انا هذا المربى ديالي كيما شفتوا انا خليت له البذور، بان هو محسوم من بذور القرعيات وفيه فوائد كثيرة جدا جدا جدا. طحنته في خلاط كهربائي بالبذور ديالو وحصلت على واحد المذاق فيه ممتاز جدا جدا. هانتوما كتشوف الفريكتوز، ما نقول لكم هذا تقدروا تاخذوه ديروه فوق من الفطائر ديالكم، ديروه يعني تحليو به اي حاجه. انا بصراحه كنديرو مع اتاي ديالي، ولا كنديرو مثلا كما قلت لكم مع العصير، درتي عصير كنهز منه وكنخويه. هذا مربى جا ممتاز ممتاز، اول مره كنحصل على هذا المربى. انا اول مره كنديرو بصراحه في حياتي، صدق مزيان بصراحة. كليتو كل نهار كناكلو قاديتو مبقاش جا بحال مربى، بحال الطماطم مركزة مع طحنتو بدوك البذور. جا المذاق ديالو ممتاز، طلقوا لي هذوك الزيوت اللي كيكون فيهم، وكما شفتو الاوميغا 3 حتى هي كاينه في دوك البذور. كنقدمو لكم الصحة والراحة، وبصراحة ما تردوش انكم تحضروه، فبصراحة غادي يعجبكم. الا كنتو من الناس اللي كيحضروا الحلويات، فهاد الدبس هذا غادي ينفعكم بزاف بزاف. ما كان مع انكم ديروا السكر غير صحي، فهذا بعد على الاقل هو يعني صحي، وفيه مازال يعني فيه داك مادة الليكوبين اللي هي مهمة بزاف، كيوصي عليها الدكتور فيه، تيقول بأنها مفيدة للجسم. تنقدم لكم بالصحة والراحة.